المباراة لم يترك لهم أي فرصة. هذه سيرجيو بوسكيتس، هذه لعبة خطيرة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يا إلهي، جول قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من لاعب مثل هذا الفن وهذه المهارات. التسديد الآن، تسديدة في منتهى القوة والمروعة، كادت أن تمزق الشباك. إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في أعظم المستديرة. أنسو فاتي، ليفاندوفسكي،